بينضم إلينا عبر الهاتف القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة المصرية الأرثوذكسية. يعني في البداية بعد التحية، يعني حدثني أكثر عن تضافر المصريين في مشاركة اليوم وأمس. يعني أهلا بيكم أولا. والحقيقة المشهد منذ أمس من الساعات الأولى كان مشهد وطني معبر جدا عن حرص المصريين على التوجه إلى صناديق الانتخاب والإدلاء بأصواتهم والمشاركة في هذه العملية اللي الحقيقة أجادت الدولة المصرية في الإعداد لها، وكان لها شكل تنظيمي شديد الرقي والانضباط والاحترام. المشهد طوال اليوم أمس وصباح اليوم حتى الآن مشهد مفرح جدا ويقدم مؤشرات مطمئنة وإيجابية لأجل مستقبل الوطن. سيادة القمص، هل أو بالتأكيد الكنيسة المصرية لها دور في توعية المواطنين في المشاركة وحثهم أيضا على النزول والإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الأهم؟ بدون شك الكنيسة من منطلق دورها الوطني وإدراكها للحظة وأهمية المشاركة، ويمكن قداسة البابا تواضروس عدة مرات خلال الأيام الماضية تحدث في هذا الموضوع وقدم جرعات متتالية جرعات توعوية متتالية لينبه أبناء الكنيسة وينبه كل المصريين أيضا إلى أهمية المشاركة. وتحدث عن أن المشاركة هي بناء للوطن، وأن المشاركة هي تقدم صورة إيجابية لمصر لدى العالم كله، ولكن أيضا على صعيد الكنائس المصرية كافة كان هناك عمليات توعية كبيرة لأبناء الكنيسة ليشاركوا. كل هذا من منطلق إيمان الكنيسة بأن كل قضايا الوطن وكل ما يحتاج الوطن الكنيسة دوما ترى أنها يجب أن تكون حاضرة فيه، لأن عليها مسؤولية وطنية تاريخية. نعم، يعني حضرتك تحدثت عن المسؤولية التاريخية والأساسية، كلنا الحقيقة يعني ليست الكنيسة فقط، ولكن ماذا ينتظر المصريون أو ماذا على رأس أولويات المصريين الآن في الرئيس المنتظر؟ يمكن عايز يعني ردا على السؤال ده، الحقيقة لفتني بالأمس كلام لقداسة البابا عن ماذا ننتظر من الرئيس القادم. السؤال اللي حضرتك تفضلت به الآن، هو قال أن الرئيس القادم بلا شك سينظر إلى المصريين الذين ذهبوا بكثرة إلى صناديق الانتخاب، نعم، ويرى أنه جاء باختيار هؤلاء، وبالتالي سيفكر بكل جدية في أن يهتم باحتياجات هؤلاء ويشعر بمسؤولية كبرى نحوهم. أقصد أنه الرئيس القادم بلا شك نتمنى أن يكون همه الأول هو حياة المصريين، المواطن المصري واحتياجاته وكل المتطلبات التي يحتاجها لأجل أن يعيش حياة كريمة. سيادة القمص، يعني كيف يمكن للمواطن المصري أن يكون جزء أساسي من هذه العملية وأيضا جزء أساسي من رسم خريطة الوطن، تحديدا الوطن القادم؟ هو الحقيقة المشهد امبارح والنهاردة
يعني بيوحي بشدة أن المواطن المصري صار بالفعل جزء من مشهد صنع القرار من خلال صندوق الاقتراع. نعم. أيضا يعني دعيني أتحدث بشكل أكثر وضوحا. أيضا في السنوات القليلة الماضية المواطن المصري شعر أن هناك من يعطيه حقوق لم يكن له أن ينالها رغم أنها حقوق أساسية. المواطن المصري شعر أن هناك من يهتم أن يجعله يعيش حياة كريمة، وبالتالي ظني أن المواطن المصري يشعر أنه يعيش مرحلة هو جزء بالفعل منها، لأنه لما أشعر أن الدولة تهتم بي وتعتني بأموري وأن حقوقي تأتيني، لا شك شعوري بالانتماء وشعوري بأني جزء حقيقي من الواقع ومن القرار اللي بيصدر عن الدولة، الشعور ده بيتنمى. سيادة القمص، يعني الصورة التي نشاهدها الآن عبر الشاشات وأيضا نلمسها من خلال أرض الواقع في الشارع المصري من توافد المواطنين على صناديق الاقتراع، ربما تكون نتيجة لبعض المقدمات والمعطيات التي من ضمنها الحوار الوطني التي تم منذ شهور أو على مدار شهور. هل بالفعل كان للحوار الوطني دور فعال لما نراه اليوم؟ بدون شك الحوار الوطني بكل الجهود اللي بذلت من خلاله وبكل مساحة المشاركة الواسعة جدا اللي شهدها الحوار الوطني بكل تأكيد كان له مردود واضح، مع بعض الأفعال الأخرى، القرارات والمشروعات القومية والمبادرات التي اهتمت بالناس، كل هذا صنع المشهد الذي نراه اليوم. رسالة حضرتك دلوقتي وإحنا في تاني يوم هذا الاستحقاق الانتخابي للمصريين جميعا. تحية لكل من حرص على النزول والمشاركة، ودعوة صادقة من القلب لكل من لم يذهب إلى الآن إلى صناديق الاقتراع، دعوة صادقة لهم أن يشاركون باقي المصريين في صنع هذا الحدث الهام. كل التحية لحضرتك سيادة القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة المصرية الأرثوذكسية.